السلام عليكم. هبدأ في الجزء بتاع النهاردة، أتكلم على تالت بروسيس. احنا اتكلمنا على اتنين اللي هما الأيزو باريك، واتكلمنا على الأيزو شيرمان. يعني لما كان البريشر كونستنت، لما كان الفوليوم كونستنت اتكلمنا عليهم. النهاردة هنتكلم على تالت بروسيس معانا اللي هي الأيزو شيرمان بروسيس. الايزو ثيرمال، ايزو معناها كونستانت، وثيرمال يعني شورت فور تمبريتشر. يعني احنا فاهمين انه معنى كلمه ايزو ثيرمال انها كونستانت تمبريتشر، معنى ان احنا بنتكلم على البروسيس دي انه التمبريتشر فيها هتفضل ثابته، ما فيش تغيير في التمبريتشر. طب معنى انه التمبريتشر هتفضل ثابته، انا هفرض انه البروسيس دي هتحصل عن تمبريتشر اسمها تي نوت، دي هي درجه الحراره اللي هتحصل عندها البروسيس بتاعتها. معنى ان التمبريتشر نفسها بتساوي كونستانت، معناها ان دلتا تي للتشينج في التمبريتشر بيساوي زيرو، للتشينج في التمبريتشر بيساوي زيرو. يعني تي فاينل هي نفسها تي انيشيال، كلهم قد التي نوت، كله قد التي نوت. طب ما احنا كنا عارفين بالنسبه للايديال جاز انه الانترنال انرجي، الانترنال انرجي بروبورشنال للتمبريتشر. يعني لازم يحصل تغيير في التمبريتشر عشان يحصل تغيير في الانترنال انرجي. يبقى احنا في حالتنا هنا، حاله الايزوثيرمال، ما دام دلتا تي بتساوي زيرو، يبقى على طول حاجه فيري فيري امبورتانت ومميزه للايزوثيرمال بروسيس ان ما فيش تشينج في الانترنال انرجي. الانترنال انرجي هتفضل كونستانت، يبقى التغيير في الانترنال انرجي هيبقى بيساوي زيرو. الحاجة دي لازم أحطها في بالي، حاجة من العلامات المهمة أوي بالنسبة للأيزوثيرمال بروسيس، إن دي علامة very important very important. طيب ده معناه إيه؟ معناه إنه ما فيش change في الانترنال انرجي، لكن في بروسيس درجة الحرارة ثابتة، لكن في بروسيس. يبقى احنا بنتكلم على اننا معنى انه في بروسيس يعني في هيت جيفن، انا هدي هيت في ورك هيحصل وهكذا. طب تفسير الكلام ده بيحصل ازاي؟ ازاي هدي هيت هسخن معناها، والغاز بتاعي او المولكيولز بتوعي دول هيفضلوا بيتحركوا بنفس السرعه وتفضل درجه حرارتهم ثابته. ازاي الكلام ده هيحصل؟ لو جينا نكتب الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس عشان نحاول نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، هتلاقي انه كيو بتساوي، قانون بيقول لك ايه؟ الهيت ادد، الكيو بتساوي دلتا اي بلس الورك دان باي ذا جاز بلس الورك دان باي ذا جاز. طب في الايزوثيرمال دي اللي احنا قلنا انه دلتا اي بيساوي زيرو، الترم ده هيبقى بيساوي زيرو، ما فيش تشينج في الانترنال انرجي، لكن هيكون في بروسس. والقانون ده هيقول لنا انه الهيت جيفن يبقى الكيو هتبقى بالظبط قد الورك دان باي ذا جاز. اذا في شيء هيحصل، في بروسيس هتحصل، وانا هدي هيت، انا هسخن. وببساطه اللي هيحصل انه لما اسخن الغاز ده التمبريتشر بتاعته مش هتزيد او هدي له الهيت، لكنه هو هيزق البيستون ده لفوق، يبقى ادي الورك دان باي ذا جاز، هيبقى قد الكيو اللي جيفن. ده اللي محقق لنا الكونسرفيشن اوف انرجي. ده معناه انه اني هيت جيفن للسيستم ده جيفن بتتحول على طول لايه؟ لورك دان، بتخرج لي كميكانيكال ورك. ميكانيكال ورك يعني انا لو اديت هنا 20 جول، الورك دان باي ذا جاز هيبقى 20 جول على طول. يبقى انا لو اديت 20 جول، الورك دان باي ذا جاز هيحصل، هيطلع لنا 20 جول. انا كده فاهم انه ممكن يحصل كونسرفيشن اوف انرجي، لكن برضه لسه مش مقتنع 100% ازاي التمبريتشر تفضل ثابته. احنا عايزين انه مش انا ادي انرجي وبعدين تبقى تطلع كشكل ورك بعد مده، لا، ده على طول لازم البروسيس بتاعتنا دي تحصل very very slow. لو انا اديت energy، لو انا اديت الكيو بتاعتك دي بسرعة جدا، الغاز ده هيسخن. فالبروسيس دي عشان تحصل، اولا ممكن احط الكونتينر بتاعي ده في سائل مثلا او في حاجة ليه temperature اللي هي اسمها T note، اللي هو انا عايز اثبته عند درجة الحرارة اللي اسمها T note. وبعدين البروسيس دي او بدي الكيو بتاعتي
بتبقى given very slowly, very very slowly, very very slowly. تسخن بتدي الهيت بتاعتك بطيء جدا 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 جدا, بحيث انه قبل ما يحصل rising في التمبريشر يكون المولكيولز بتاعتنا زقت البيستون ده لفوق وطلع الورك وطلع الميكانيكال ورك واتحقق الايه الكونسرفيشن اوف انرجي. طيب يا ترى شكل الريليشن دي على البي في دايجرام هيبقى عامل ازاي؟ يا ترى شكلها على البي في دايجرام هقول لك. طب ما تيجي نكتب الايكويشن اللي هو الايديال جاز لو, بنسميه الايكويشن اوف ستيت, بي في بيساوي ان ار. انا هكتبه تي نوت بقى دلوقتي. البروسيس دي هتحصل عند كونستانت تمبريتشر, ادي ده تي نوت, ده كونستانت هو درجه الحراره اللي هتحصل عندها البروسيس كلها. يبقى تعالى نكتب تي في طرف وبقيه الحاجات في الطرف التالي. هتلاقي ان ار تي نوت على الفوليوم ان ار تي. طب الان كونستانت, كميه الغاز اللي موجود في البيستون كونستانت, ار كونستانت, التي نوت كونستانت, كل الحاجات دي كونستانت. يعني كانك بتقول ان بي بتساوي سم كونستانت ثابت على البي, يعني البي انفرس مع بروبورشنال مع واحد على بي. الريليشن اللي هي بي بيساوي كونستانت على بي دي تقدر ترسمها عامل ازاي؟ دي شبه اللي انت كنت بتعمله زمان, ان كان بيبقى عندك ريليشن كده بتساوي واي بتساوي واحد على اكس, كان بيبقى شكلها ايه الريليشن دي؟ لو انت عايز تفتكرها هتلاقي انه شكلها هنا البي اهو ولا محطوط مكان الواي والفي مكان الاكس. يبقى الريليشن بتاعتنا دي هتبقى في سم كيرف, في كيرف هيحصل هنا, يبقى ده ما هوش خط مستقيم, ده منحنى وبدأ من, هفرض ان انا بدات من هنا, دي هي الانيشال بوينت بتاعتي وانيشال ستيت, فادي البريشر الانيشال وادي الفوليوم الحجم الانيشال, وبعدين طبعا لما الحجم بيزيد ادي الفوليوم الفاينل, ادي الفوليوم الفاينل, بتلاقي انه البريشر بتاعك بيقل, ادي البريشر الفاينل. يبقى احنا العمليه انفرس ما بين البريشر والفوليوم. ليه؟ لاني ات كونستانت تمبريتشر اقدر اكتبها بي في بيساوي كونستانت, اقدر اكتبها كده بي في بيساوي كونستانت, بيساوي كامل كونستانت ده تقدر تحسبه من اي نقطه, انك تقدر تابلاي الايكويشن اوف ستيت دي. هنطبق نقول بي انيشال في في انيشال بيساوي ان ار تي نو تمبريتشر حصان ده البروش, اقدر اطبقها عند نقطه زي كده بي فاين في في فاين بيساوي ان ار تي نو. هنقدر نحسب, خلي بالك ان تي نو قيمتها ثابته, الانيشال زي الفاينل, فانا مش هغير حتى الرمز بتاعها. وتقدر تحسب عند اي نقطه على الكيرف, كل الكيرف ده حاصل عند نفس التمبريتشر, عشان كده بنسميه ايزوثيرمال كيرف. او لو انت عند البريشر اسمه بي وعند فوليوم اسمه في, يا ترى هنا النقطه دي متحقق فيها ايه؟ متحقق انه البي بالفي بيساوي الان ار تي نو. دي هي الايكويشن اللي انا بدات بيها هنا, انه البريشر في الفوليوم بيساوي الان ار في التي نوت اللي هي التمبريشر. انا اقدر اطبقه عند اي نقطه على الكيرف ده. طيب عايزين نحسب الورك دان, عايزين نحسب الورك دان. هنحسب الورك دان باي ذا جاز ازاي؟ نحسب الورك دان باي ذا جاز ازاي؟ هنا ما اقدرش اقول انا عارف ان هو الاريا اندر ذا كيرف, عارف ان هو الاريا تحت الكيرف ده, بس ده علشان هو كيرف مش هعرف اعمل, يعني احسب اني اقول مثلا البريشر في دلتا في على طول, ما اقدرش اعمل كده. ليه؟ لانه ما هوش ريكتانجل, ما هوش الشكل اللي كان طالع لنا في حاله الايزوباريك. حاله الايزوباريك عرفنا نحسب دي عشان كانت البروسيس بتاعتنا ستريت لاين, خط مستقيم, تقدر تحسب المساحه تحتيه. لكن لما يكون كيرف بالمنظر ده يبقى لازم هنا ترجع للفورمولا الاصليه اللي احنا عملناها للورك, اللي هي كان شكلها ايه. انا عدت الرسم هنا عشان هبدا من صفحه جديده, وهقول ان انا عملها, هحط بس الحاجات ثواني, حطيت كده نفس الحاجات اللي احنا كنا مسمينها, انه هنا نقطه الانيشال بي انيشال وفي انيشال, وهنا نقطه الفاينل بي فاينل وفي فاينل, وهاجي احسب الورك بتاعي. هنا بقى الورك دان باي ذا جاز لازم اعمله ازاي؟ لازم اعمله بالانتجريشن بي دي في, لازم اعمله بالانتجريشن بي دي في من بي انيشال لفي فاينل. هتيجي تقول لي طب انا هعمل انتجريشن ازاي للبريشر وانا ما اعرفوش؟ هقول لك لا, ما احنا كنا لسه جايبين الريليشن بتاعته, كنا قايلين الريليشن بتاعته ايه. انت تقدر عند اي نقطه على الكيرف ده, قلنا نقدر نوصفها بانه البي في الفي بيساوي الان ار تي نوت, وبالتالي البريشر
تقدر تكتبه ان ار تي نوت البريشر، تقدر تكتبه على انه ان ار تي نوت ديفايدد الفوليوم. اعمل بقى سبستيتيوشن، خد ده كده وعوض بيه هنا، هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا ان الورك دان باي ذا جاز بيساوي تبع الان ان ار والتي نوت، اقدر اخدهم بره الانتجريشن، يطلع لي الانتجريشن بتاع واحد على في من بي انيشيال لبي فاينل. طب الانتجريشن بتاع واحد على في بيطلع ايه؟ يطلع لن. الانتجريشن بتاع واحد على بي هيطلع لن. يبقى هنقول كده ان ار تي نوت لن في، بس لسه بعمل سبستيتيوشن. هتعمل سبستيتيوشن لمين؟ لفي فاينل وفي انيشيال. بنعمل سبستيتيوشن ازاي؟ هكتبها هنا كده على جنب علشان الناس اللي ايه اللي عايزه تعملها بالتفصيل. هنقول ان احنا بنعوض بالفاينل الاول، هيبقى عندي لن في فاينل ماينس لن في انيشيال. طب لين حاجة ماينس لين حاجة، تقدر تكتبها على طول في خطوة واحدة، لين بي فاينل على لي على بي انيشيال. يبقى الورك دان باي دي جال هيبقى بيساوي ان ار تي نوت، هتفضل معانا هي هيها لين بي فاينل على بي انيشيال. ده هو الشكل اللي معظم الناس حافظاه بيه، انه ان ار تي نوت لين بي فاينل على بي انيشيال. هيقول لك نفس الفورمولا دي، ساعات بيكون الحاجات الجيفن قدامك على المساله. يعني احنا هنا مفترضين ان الدنيا جميله قوي وان كل الحاجات عندنا، عندنا التمبريتشر، عندنا الفوليوم الفاينل، عندنا الفوليوم الانيشيال. طب افرض انا ما عنديش حاجه من دول، احنا كنا قلنا ان البروسيس دي بنوصفها ازاي؟ بالبريشر انفرس مع الفوليوم، او البي في البي بيساوي كونستانت. طب ما دي تقدر تكتبها انه البريشر الانيشيال على البريشر الفاينل هو ده الفوليوم الفاينل على الفوليوم الانيشيال، لان احنا قلنا بي في في بيساوي كونستانت، يعني بي انيشيال في في انيشيال بيساوي بي فاينل في بي فاينل. تقدر تكتبها لنفسك كده برضو، ان انا المعنى بتاعي ان انا عارف ان هو انفرس بروبورشن، يبقى الانيشيال هنا هيبقى قصاده الفاينل فوق والفاينل قصاده الانيشيال تحت. يبقى انا اقدر اشيل، اقدر اشيل الفي فاينل على الفي انيشيال دي لو مش مديني فوليومز، لو مش مديني فوليومز في المساله بقى وانا شغال بالارقام واحسبها ازاي. اقدر اشيل دي واحط مكانها بي انيشيال على بي فاي، على حسب بقى المساله عندي هيكون ايه اللي جيفن، على حسب ايه اللي هيكون جيفن. طب حاجه كمان ممكن احتاج اغيرها، اللي هي الان ار تي نود دي. الان ار تي نود دي اللي هو الكونستانت الموجود هنا، هل لازم تحسب التمبريتشر علشان تعوض بيه؟ هتلاقي نفسك برضو مش محتاج ان انت تحسبه. ليه؟ لان ار تي نوت دي بتتحسب لك من اي بي في في، زي ما انت شايف كده الايكويشن دي بتتحسب من اي بي في في على الكيرف. يعني النقطه دي في بي فاينل في في فاينل، طب ما هو ده بيساوي ان ار تي نوت. لو جيت عند النقطه دي بي انيشيال في في انيشيال، هي نفسها بتساوي ان ار تي نوت. يبقى انت عايز ان ار تي نوت، طب ما تاخده بي انيشيال في بي انيشيال. دي اقدر اكتبها بي انيشيال في بي انيشيال، ممكن اكتبها بي فاينل في بي فاينل، وممكن اقدر اكتبها بي فاينل في بي فاينل. يبقى احنا في بالنا ان دول alternatives، يعني بدائل اقدر استخدمهم. فانا ممكن ابقى حافظ فورم واحده بس عشان الدنيا بس ما تكبرش وتوسع معايا، اللي هي ان ار تي نوت لين في فاينل على في انيشيال، وابقى حاطط في بالي، يعني keep in your mind، خلاص keep in mind انه في alternatives، في بدائل، ان ممكن في فاينل على في انيشيال احطها المقلوب بتاع البريشر، مقلوب البريشر في انيشيال على في فاينل، وانه الان ار تي نوت اقدر اشيلها واحط مكانها البريشر في الفوليوم. طبعا احنا كنا اصلا اول حاجه كتبناها هو الفيرست لو، فاحنا عارفين ان الورك اللي حسبناه ده هو نفسه الكيو. احنا قلنا البروسيس دي الكيو بتاعها زي الدبليو، ليه؟ لان دلتا اي بزيرو، قلنا ان الحته بتاعه دلتا اي بكام؟ بزيرو. فاحنا مش هنكتبها هنا علشان ايه؟ عشان ما نشغلش نفسنا، وهنقول خلاص احنا عارفين في الايزوثيرمال ان انا كده لو حسبت الورك هو نفسه الكيو، فما فيش ايكويشن خاصه بالكيو، ايكويشن خاصه بالورك، خلاص كله الورك هو نفسه قد الكيو، وزيه بالظبط في الساين، وزيه بالظبط في الساين. فاحنا عندنا ممكن يحصل اكسبانشن وممكن يحصل كومبريشن. ممكن يحصل اكسبانشن ازاي؟ لو انت بصيت على الكيرف هنا اللي احنا بنقولنا عليه اللي هو الكيرف بتاع البروسيس، فلو انت البروسيس بتاعتك حصلت كده بالمنظر ده، فهنا حصل اكسبانشن، الفوليوم زاد، فده بنسميه ايزوثيرمال، ايزوثيرمال expansion.
الايزوثيرمال اكسبانشن ده الورك فيه بوزيتيف والكيو فيه بوزيتيف. معناه ايه؟ معناه ان انت يو ار جيفينج هيت، انت بتدي هيت والغاز بتاعك بيزق البيستون لفوق. طيب يبقى ده تفسير الايزوثيرمال اكسبانشن. في بروسيس ثانيه اللي هي بقى لو السهم بتاعي راجع كده، لو انا بدات من هنا انيشال ورحت هنا الفاينل، ده بقى بنسميه ايه؟ بنسميه ايزوثيرمال، ايزوثيرمال كومبريشن، ايزوثيرمال كومبريشن. فالايزوثيرمال كومبريشن ده تفسيره ايه ومعناه ايه؟ ده اصلا كده لما نيجي نحسب الورك هنلاقي ان حصل لي كومبريشن، يعني الورك دان نيجاتيف، ورك دان باي ذا جاز نيجاتيف، فده معناه ان كيو هتبقى نيجاتيف هي كمان. The same sign. The Q will work is the same value, the same sign. Same value. The same sign. Okay. طيب تفسيرها ايه بقى؟ تفسيرها ان الورك done on the gas. انا هنا بقى بعمل كده. انا ضغطت الجاز. عملت له compression. فلما بعمل compression I press on it. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه في heat بت lost. يبقى الQ هتبقى lost. والورك دلوقتي دان كده اني ضغطت الجاز عملت كومبريشن. فالورك اللي بيحصل اني عملت كومبريشن هنا قلنا ان احنا في الطريقه بتاعتنا في التعويض هنعتبر انه ما دام الورك دان اون يبقى الورك دان باي عكس الساين. طيب لو جيت اعوض في الارقام عايز اوريكم ازاي ممكن يجي لنا مساله ونحتاج ان احنا نعوض بارقام ونخلي بالنا انه ممكن يجي لنا اليونتس ما هياش اللي احنا متعودين عليها. يعني انا عندي البريشر بالاتموسفير ده لازم طبعا احوله لباسكال. فبحوله ازاي؟ اني بضرب في 10 تو ذا باور 5 عشان يبقى نيوتن بير متر سكوير. والفوليوم اللي يدهوني بالليتر ده لازم اعمل حسابي اني اضربه في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 عشان يبقى بالمتر كيوب. انا الفوليوم بتاعي لازم اشتغل بالمتر كيوب. لو جينا نبص على بروسيس زي كده دي ايزوثيرمال بروسيس، حصل ايه؟ حصل كومبريشن، حصل كومبريشن. يبقى انا متوقع ان الورك بتاعي لازم على طول يطلع ايه؟ يطلع نيجاتيف، وان الكيو بتاعتنا هتبقى نيجاتيف. وهقول انه على طول ايزوثيرمال يبقى دلتا اي بتاعتي هتساوي زيرو. طب يا ترى الورك والكيو هما الاثنين احسبهم ازاي؟ محتاج تحسب معادله واحده بس محتاجين نحفظها في البروسيس الطويله العريضه اللي احنا تعبنا فيها دي، ان الورك بيساوي خلاص مش هقول بقى انتجريشن ان ار تي نو لين بي فاينال على بي انش. يعني انت احفظها بصوره واحده بس عشان ما تلخبطش نفسك في مليون حاجه، ان ار تي نو لين بي فاينال على بي انش. لما اجي ابص هنا هلاقي ان هو ادي البروسيس بدات كده، ده الكيرف بتاعها، يبقى ده هو الانيشيال وده هو الفاينل. يبقى مين اللي عندي هنا؟ الوان ده هو ده البي الانيشيال، ومين ده؟ هو ده البي الفاينل. طب يبقى انا عندي البريشرز هما الاثنين، يبقى انا احسن لي ما ادخلش في السكه بتاعت اني اجيب ما اقعدش اجيب فوليومز. انا ما عنديش فوليوم هنا، الفوليوم هنا از ميست، الفوليوم هنا مش عندي فمش محتاجه. انا ممكن هنا على طول اشيل دي كده احطها ايه؟ البريشر الانيشيال على البريشر الفاينل. يبقى هتبقى كام؟ هتبقى 1/5. يبقى الورك هيساوي، هيبقى عندي لين 1/5. طيب ال ان ار تي نوت، ال ان ار تي نوت انا ما عنديش التمبريتشر، ما قاليش البروسيس دي حصلت عند التمبريتشر كام. فهتقول لي انا اخد اي نقطه كامله عندي، فين النقطه الكامله اللي هي الانيشيال بوينت؟ انا عارف البريشر عندها، عارف الفي انيشيال، وعارف الفوليوم عندها اهو. فتقدر بدل ما تقعد تحسب التمبريتشر تعوض هنا على طول ايه؟ بي انيشيال في بي انيشيال. يبقى هتتحسب ازاي؟ تعالى نحسبها في الارقام. هنقوم نقول على طول البي انيشيال بيساوي كام؟ هو 1 بس قلنا هنعوض عنه في 10 تو ذا باور 5 عشان نحوله للباسكال. الفوليوم هشيله واحط مكانه 50 بس لتر، هضربها في 10 تو ذا باور ماينس 3 عشان تبقى بالمتر كيوب. يبقى ده كده عشان يبقى بالنيوتن على المتر سكوير، وده بالمتر كيوب لين 1/5. الكلام ده هيطلع اكيد نيجاتيف لانها لين حاجه اقل من 1. هتلاقي الورك بتاعك يطلع كام؟ سيبها لكم بالارقام. هنا الورك هيطلع الورك هيطلع ثانية واحدة، لا طلعت خلاص ماينس 8447 جول. ادي الورك طالع نيجاتيف. ليه؟ لان احنا عندنا ايزوثيرمال كومبريشن زي ما احنا شايفين. يبقى في الحالة دي معناها انه انا بضغط على الغاز ده
احنا بضغط على الغاز ده وفي الكيو بتبقى ايه لوست. احنا هنا بنضغط على الغاز عشان كده الورك طالع نيجاتيف والكيو لوست عشان كده هي طالعه نيجاتيف كمان. هي احنا قلنا ان الورك ده هو نفسه الكيو. جرب تحسبها بقى بالطريقه بتاعت انه انا عندي جرب تحسبها بالطريقه بتاعت ان انا عندي النقطه دي كامله مثلا ادي البي وادي الفي فتقدر تحسب التمبريتشر تعوض كده بي انيشال في في انيشال بيساوي ان ار تي نوت وتجيب التي نوت هتلاقي التمبريتشر تطلع لك 601 تقريبا كلفن. وحاول تحسبها بالفورمولاز المختلفه اللي احنا اتفقنا عليها او بكل الاشكال بتاعت الورك اللي احنا عملناها كنوع من التريننج على ان يحسب بكذا طريقه. ده بيبقى مهم قوي ان انا ايه ما اقعدش ابقى حافظ طريقه واحده اعوض بيها علشان اسرع نفسي في الحل. واقدر اقول لكم دلوقتي ثانك يو، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.